سريعا نتحول إلى مركز المنارة للمؤتمرات والمعارض الدولية بالتجمع الخامس لنقل وقائع افتتاح رئيس الوزراء مؤتمر ومعرض سبورتس إكسبو 2023 تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. فكرة فندم، يعني هيكون أول مرة في مصر سلسلة تستمر من المعارض أو معرض رياضي تشجيع الصناعة الرياضية، تشجيع الاستثمار الرياضي، ومصر تكون دايما أفكار المرتبطة بمنظومة فخامة الرئيس وحضرتك داعمين ليها. طبعا احنا طبعا ده الأنشطة وزارة الشباب والرياضة، الحاجات اللي موجودة كلها، سواء يعني الشاشة دي شاملة كل الوزارة، الخدمات اللي بتقدم بيها الإدارات اللي الوزارة بتخدم فيها، إدارة المركزية لتنمية الشباب، وده مرتبطة بيه كل دراسات الشبابية اللي نقدر نقوم بيها، وربط مع الشباب والكيانات الشبابية المرتبطة بالثقافة والتعاون مع كل الهيئات. يعني يا فندم أكيد عندنا كمان منصة كياني، وده فيرشوال موجود على موبايل أبليكيشنز لكل أنشطة مجلس الوزراء الخاصة بالشباب، ربط مع كل الوزارات بتدخل البيانات بتاعتها اللي على الموبايل ابلكيشنز، الشاب بيدخل بيعرف كل وزاره بتقدم ايه وبيشترك فيها. طبعا كل التنميه الرياضيه، التطوير المرتبط برياضه البطوله، الانشاءات والاستثمار في وزاره الشباب والرياضه، كل ده موجود. كمان عندنا نماذج للقطاع الخاص اللي معانا اللي بيدير المشروعات الابطال الاولمبيين زي شركات روابط وشركات المختلفه المتعاونه مع وزاره الشباب والرياضه. فندم اتفضل. فندم فندم كمان احنا عندنا الخدمات اللي بتقدمها الهيئات المختلفة، هيئة البريد عاملة تعاون كبير جدا مع تطوير مراكز شباب في مصر، رعاية الأبطال مونت شريف، رعاية الأبطال الرياضيين من هيئة البريد. بنعرض بعض خدمات النهارده زي خدمه وصلها لتحفيز التجاره الالكترونيه والعمل عن بعد. بنعرض ايضا خدمات ماليه زي الاقراض الصغير، الاقراض المتوسط والاقراض الاستهلاكي والتامين متناهي الصغر. سيب يشرح لسيادتك اكتر. تمام دولة الرئيس، احنا قلنا ان احنا يبقى موجودين، التعاون طبعا من وزارة الاتصالات ووزارة الشباب مستمر، موجودين ان الشباب اللي عايز يعمل فعلا عملية توصيل حاليا يقدر يشتري اللي هو عايزه ونوصلها له. كمان لو محتاج يعمل تجارة الكترونية ويبقى ياخد تعاقد مع اي حد موجودين هنا يقدر ياخد التمويل من عندنا. عندنا كمان نحفزه بالوينز او بالنقاط اللي بيقدر يستخدم منها. كل منتجاتنا حطيناها بالتعاون مع وزارة الشباب. ده فندم نموذج تاني للتصنيع الرياضي المصري. و نزلنا بقى الفلان يا فندم، مش تنزله بقى في السوق المصري يا فندم، بننزل يا فندم اونلاين بدل ما عمالين نستورد. ربنا يخليك، ربنا يخليك، مش هنستورد يا فندم. دي الجزمه الرننج اللي نزلت دي وتم اختبارها اونلاين، تنزل على امازون على طول، بس هي اونلاين. اتوقع النهارده مع شركات حاجه خمس دي ب 890 اند يوزر، 899 اند يوزر. بس طبعا بص حضرتك يعني اتس هي يا فندم، دي حضرتك ما شفتهاش في مصر عم حضرتك، دي اللي هي اللي تو يعني ثلاث نعاله وفيها الرابر ده عشان الريفورسنج. اتوقع النهارده خمس دول اوروبيه تودي لها ان شاء الله يا فندم. احنا اوريدي ودينا
شفتوها اونلاين ولا لسه؟ نزلناها يا فندم. دي توتالي رابر، حضرتك برضو شفت المصنع الرابر ده بيتعمل. فيعني دي الاوتوكلاف اللي هي بتضرب الكونفرس وبتضرب الماركات دي. وعندنا اللايف ستايل اللي حضرتك شفتها برضو في المصنع، فربنا يسهل يعني. سيادتك في استعراض سريع لأبرز ملامح القرية الأولمبية، نبدأ الأول بمجمع حمامات سباحة، حمام سباحة أولمبي بالأبعاد الأولمبية 50 متر في 25 متر، بجواره مباشرة حمام سباحة مخصص لرياضات الغوص. ننتقل أيضا يا فندم لست ملاعب فرعية، ست ملاعب فرعية مستخدمة تحديدا في ألعاب الصالات، سواء كانت كرة اليد، كرة السلة، الكرة الطايرة، وأيضا الخماسي. ايضا عندنا الصاله المغطاه بسعه استيعابيه بتصل الى 2300 مشاهد او متفرج، ايضا قادره على استضافه كل الاحداث الرياضيه الكبرى سواء على الصعيد القومي او القاري. ايضا يا فندم عندنا استادين او ملعبين لتدريبات كره القدم، يضاف اليهم ملعب لتدريب رياضه الهوكي، استاد الهوكي المعتمد والاول يمكن من نوعه في الشرق الاوسط. اخيرا يا فندم جوهره القريه الاولمبيه، وهي استاد هيئه قناه السويس اللي بتصل الطاقه الاستيعابيه بتاعته ل 21000 متفرج. راعينا ايضا في التصميم ان يكون في منزلقات تساعد ذوي الهمم والاراده على الوصول لاماكن الجلوس بمنتهى السهوله واليسر. في ايضا كبائن المعلقين ومجهز بكل مرافق سواء كانت ترجمه فوريه او غرف تبديل الملابس. ايضا مجهز يا فندم بفندق لاستضافه المعسكرات الرياضيه خلف مدرجات الدرجه الثالثه. ايضا يا فندم مجهز بساحه انتظار سيارات، وايضا مهبطين لطائرات الهليكوبتر موجودين في هذا الجانب. راعينا ايضا في تصميم القريه الاولمبيه فندم الاستدامه او جانب الاستدامه البيئيه، بيتم ري هذه الملاعب بالكامل سواء ملعب كره القدم او الهوكي او ملاعب التدريب من خلال المياه الجوفيه، وفي نظام لاعاده تدوير المياه الجوفيه بيتم من خلاله تنفيذ عمليات الري على مدار الساعه.
تابعنا مع حضراتكم نقل وقائع افتتاح رئيس الوزراء لمعرض اكسبو 2023 سبورتس اكسبو 2023 تحت رعايه فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وشفنا مع بعض استعراض الاماكن المختلفه من رعايه للابطال الرياضيين، الاستثمار في رياضه الشباب، الاستعراض الكامل لمجمع هيئه قناه السويس، بالاضافه لتوفير الرعايه للابطال الرياضيين من قبل البريد المصري. تفاصيل كتير تابعناها في هذه الافتتاحية أو في هذه الزيارة لرئيس الوزراء.